أيوة. هكذا أصبحوا أشلاء لا تعرف لهم ملامح، عيد يتحول لمأساة، وصلاة تنتهي بكارثة فقدان 7 من أفراد اللواء 81 مشاة وجرح 10 آخرين، بينهم قائد اللواء العميد محمد الجرادي. أما المكان ففي منطقة سرواح بمأرب، والزمان ساعات الفجر الأولى أثناء أدائهم صلاة العيد. كانوا يصلون جماعة في موقع للجيش الوطني في سرواح حين باغتتهم ميليشيا الحوثي والمخلوع واستهدفتهم بقصف صاروخي لتسلب منهم أرواحهم وتسرق الفرحة من أهاليهم وتحول العيد لمأتم كبير. الجثث وصلت لمستشفى الهيئة بمأرب، والجرحى أيضا الذين يعاني بعضهم من جروح خطرة وينتظرون دورهم في العلاج. أما من نجا بحياته منهم فقد تذمروا كثيرا من عدم حرص القيادة على أمنهم وأخذ العبرة من حوادث مشابهة، وعدوه إهمالا في الاهتمام بأرواح الجنود. من ناحية أخرى وفي جبهات القتال الأمامية، زار قائد المنطقة العسكرية 3 اللواء الركن أحمد حسان جبران عددا من مواقع الجيش الوطني في جبهة سرواح، والتقى خلالها قيادة الجبهة وقيادة المواقع الأمامية، وذلك لتهنئتهم بعيد الأضحى. بينما تشهد الخطوط الأمامية هدوءا حذرا خاصة جبهة سرواح، بالرغم من هذا يقول الجنود هنا أنهم على تأهب واستعداد كامل لمواجهة أي طارئ قد يحدث وصد أي هجوم للميليشيا.